أصعب حاجة في الدنيا السؤال، يعني السؤال مش فلوس كمان، السؤال إن أنت بقى محتاجة لحد في أي حاجة. ولادي في الأول طبعاً كان بالنسبة لهم الناس طبعاً بتلفت نظرهم إن هم عندهم أم غريبة، أم بتعمل حاجات غريبة، يعني بتشتغل شغلانة غريبة طب وبعدين بقى بنتي مثلا قالت لماما هي مش التاكسي ده بيسوق راجل، هو في ست بتسوق تاكسي؟ اول سنه كان صعب، يعني اول ما نزلت الشغل كان صعب. نزلت بسبب جوزي كانت عليه تعبانه شويه وانا نزلت بداله اشتغلت. هو كان بينزل الاول، بعد كده انا لما لقيت عينيه تعبت وعمل عمليات فيها وكده مبقاش قادر يكمل نزلت. لا انا ما كانش اكيد من احلامي ان انا اطلع نجاره، يعني اول ما بدات اساسا كانت حبيت الموضوع لان حسيت ان هو فيه فن. انا كان بيجي حاجات متدمره وضايعه وكان جوزي بيجددها ويطلعها كانها جديده. من 30 سنه وانا بشتغل في المدح طلعت لقيت نفسي كده غزاره زي امي وزي ابويا، وربيت ولادي منها وولادي شغالين معايا، ما عنديش شغلانه اللي هي دي. انا كنت في الاول ما اقدرش اكذب عليك، انا كنت مضطره ان انا اشتغل عشان لازم احقق فلوس عشان اغطي مصاريفي. حاليا انا بقى التاكسي مني وانا من التاكسي. عجبتني الحكايه ان انا ايه، انا بطلع اشتغل واجيب فلوس واجي، مش محتاجه ان انا اعتمد على حد في انه يشتغل ويديني فلوس. هو كان التعليقات كانت كتير، يعني اول ما بدات هنا كانت التعليقات كتير، خصوصا ان في عابدين منطقه شعبيه جدا. كان طبعا اول ما بدات كان صعب جدا على الناس ان هم يشوفوا واحده ست واقفه شغاله في الشارع. كنت بمشي في الشارع بلاقي الناس يشاوروا عليا الحق ست بتسوق تاكسي، ويفضلوا باصين عليا وفي كميه استغراب غير عاديه. انا كنت بعذرهم، هم الفكره غريبه وما انتشرتش، ما هتحققش انتشار. بناتي برضك عملوا مشكله اول ما نزلت، ولا يا ماما ما انتش واخده على كده، وازاي تمشي في صينيه، وازاي لو حد جه تقدم لنا ومش عارفه ايه. فانا قلت لهم الشغل مش عيب. في الاول كان السواقين مش مستظرفني، يعني انا اروح على القهوه اشرب شاي والاقي السواق يبص لي كده يا ناقصه. ده اول يوم، تاني يوم، تالت يوم، الاسبوع اللي بعديه فابتدت بدنا نتكلم عن الشغل، عن الشوارع وعن الزحمه، وهم بينصحوني روح المكان الفلاني هتلاقي فيه زباين. انا تقريبا انصهرت في وسطيهم بعقليتهم هم. احنا دلوقتي ما بقاش فيه، متهيألي في مجتمعنا ما بقاش فيه حاجه اسمها مهنه ذكوريه ومهنه للاناث، لا. يعني انا اعرف ان في ناس كتيره كسروا الحاجز ده. فانا ما جاش في بالي اصلا ان انا وانا بشتغل او ان انا بتقدم في مهنه النجاره ان انا مثلا لا المفروض ما كنتش ابقى نجاره او كده، لا ما جاش في بالي خالص. يعني سالت على انوثتي، يعني انه انا قعدت اتجاهل فيها لغايه ما الناس كمان بقت تتجاهلها يعني. وبعدين مسميني على القهوه ثروت. ليه؟ خلاص نسيوا ان انا ست بقى. عارفه الشغلانه بتاعت القهوه دي لازم تكوني فيها راجل،
حقيقي يعني ما فيش مياصه، ما فيش ضحك، ما فيش الكلام ده. تأثر ليه على أنوثتي؟ ما انا قدامك اهو زي القمر. فهم بيتعاملوا معايا بقى مش ان انا ايه، بصي نور رقيقه ازاي، لا انا مش رقيقه، انا بتكلم زي زيك اهو، يعني تقريبا بقت طريقه كلامي شبههم بالظبط، ما فيش اختلاف. السن اما بيقولوا لها انت ب 100 راجل او راجل، دي بيمدحوها. الراجل لو قالوا له انت ب 100 ست كده بيشتموه. في عنصريه في الكلام وفي الالفاظ. الانوثه اللي حضرتك بتتكلمي عليها هي مضمون خارجي، صوره، هي مضمون خارجي اللي احنا بنتكلم تفقد انوثتها دي بيبقى الظاهر. واي شخص بيرتبط بانسانه عشان خاطر الظاهر دوت يبقى ارتبط بشيء، يعني ارتبط بسراب زي ما بيقولوا. نوسة الست في جوهرها، في اسلوبها، في حياتها، في طبيعتها، في طبعها. فطبع الست عمره ما يتغير لو حتى اشتغلت في مهن ايه. طبع الانثى انثى، خليقه ربانيه. لما بدات بقى ايه اتشهر باللوسط اسماء، اللوسط اسماء، لا هما بقوا فرحانين ان انا بقيت احقق حاجه. اخواتي دلوقتي بقوا يعدوا عليا يشجعوني، بقوا يعدوا يشوفوا ايه الجديد، هي عملتي ايه جديد. لكن في الاخر انا وصلت لاولادي ان دي الطريقه اللي انا قدرت ان انا اوفر لكم كل اللي انتم فيه ده، بسبب شغلي على التاكسي، ودي شغله صعبه جدا وانا ما لقيتش حل تاني غير ده، وده مش عيب.